تم إجراء القرعة هذا اليوم للحج الإلكترونية للأعوام 25 و26 و27 وبدون أي تدخل بشري في الاختيار. ممتاز. الأعداد هي موجودة 25 و27 هي الموجودة اللي هي حصة العراق من ضمنها واضح جدا. عندك أي اعتراض أو أي شائبة بالاختيار كل بالقرعة كل الذين فازوا في القرعة بدون أي تدخل خارجي بالقرعة. ممكن أعرف العدد اللي طلع من 25؟ اللي عدد الكلي؟ الكلي 25 26 16232 اللي هو 3212 25 6508 26 27 المتقدمين هم 817978 المجموع الكلي هسه اللي طلعت اسمائهم اللي راح 16232 مال 3 سنوات اللي بالنسبه لبغداد بغداد هاي حصه بغداد.